لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد قص علينا في القرآن أخبار الأمم الغابرة والقرون الدافرة، وبين جل جلاله أنه قد ساق تلك القصص تثبيتًا لقلوبنا وطمأنةً لأفئدتنا، من أجل أن نسير على خطى الأولين من الصالحين. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الآيات المباركات ختم الله بها سورة هود التي ساق فيها خبر قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون. هؤلاء جميعاً كان بينهم قاسم مشترك أنهم سخروا من الأنبياء واستهزأوا بالمرسلين وتهكموا على الصالحين. فهذا نوح عليه السلام لما كان يصنع السفينة كان الساخرون منه يسخرون، قال الله عز وجل: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا نبي الله هود عليه السلام يسخر منه قومه، يقولون له: يا هود، ما جئتنا ببينة من قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. وكذلك قوم صالح يقولون لنبيهم عليه الصلاة والسلام: يا صالح، قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. يقولون له: قد كنا فيما مضى نظن بك الخير ونعتقد أنك رجل عاقل، إلى أن دعوتنا إلى ما دعوتنا إليه. وهكذا أصحاب مدين
يقولون لنبيهم شعيب عليه صلوات الله وسلامه: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وقبل ذلك قالوا له: أصلاتك تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. وكذلك قوم لوط حين نهاهم نبيهم عن المنكر ودعاهم إلى الخير، إلى الطهر، إلى الفضيلة، قالوا له: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. أما اللئيم فرعون لعنه الله، فقد بلغ دركًا أسفل في السخرية بنبي الله موسى عليه السلام حين قال لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الأمم المكذبة أيها المسلمون عباد الله، ما كانت سخريتها ولا استهزاؤها تفت في عضد هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم علموا أنهم من الله مأمورون وبشرعه مكلفون، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة ماضية وشريعة باقية. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يضره أن يسخر منه الساخرون، ولا أن يستهزئ به المستهزئون، ولا أن يغمزه الغامزون، فذاك دأب الكفار والفجار في كل زمان. يا عباد الله، لا بد أن يكون في الأمة أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يقول الله عز وجل في هذه السورة نفسها في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان من القرون، القرون هي الأجيال، قرن بعد قرن، جيل بعد جيل، أولو بقية، أولو رأي وعقل ودين وفضل. يقال فلان له بقية، أي بقية من دين وعقل، من رأي وحكمة وفضل، لأن الأمم، لأن الدول، لأن الشرائع أول ما تكون في بادئ أمرها قوية فتية، ثم يسري إليها الضعف حينا بعد حين، يوما بعد يوم، وما زالت تنقص بعد كمال. وهذا لا تسلم منه أمة ولا تستثنى منه شريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هؤلاء أولو بقية، أولو دين وعقل ومروءة وفضل، ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض. لما أيها المسلمون عباد الله؟ لأنهم علموا يقينا أن ترك النهي عن المنكر شؤم وفساد وشر وضلال مؤذن بخراب الدنيا وذهاب الدين. إتيان المنكر منكر، والسكوت عن المنكر منكر آخر. لو أن إنساناً أتى منكراً من المنكرات، قوليةً أو فعليةً أو اعتقاديةً، فسكت عنه الناس
فسرعان ما ينتشر هذا المنكر ويمتد رواقه ويقوى سلطانه ويكثر الدعاة إليه الآمرون به. وإن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى إذا رأوا المنكر فسكتوا عليه عمهم الله بالعذاب. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن ترك النهي عن المنكر مؤذن بحلول جملة من العقوبات، أولها حصول لعنة الله، نسأل الله العافية. لو أن الناس رأوا المنكر فسكتوا عليه ورضوا به وغضوا الطرف عنه ولم يجد من يرفع صوته بالنكير، فإن ذلك مؤذن بحلول اللعنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل على المنكر فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. حين فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم، ثم تلا صلوات ربي وسلامه عليه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ثانيا، أيها المسلمون، عباد الله، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع من إجابة الدعاء. يدعو الناس ويدعون ويدعون فلا يستجاب لهم، لماذا؟ لأنهم تركوا هذه الشعيرة العظيمة التي هي عنوان خيرية هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. دعاء بغير إجابة. ثالثاً، ترك النهي عن المنكر، أيها المسلمون عباد الله، مؤذن بالعذاب العام، الكوارث، الآفات، الزلازل، البراكين، المجاعات، العواصف الهوجاء، شتات الأمر، تناكر القلوب، عذاب حسي وعذاب معنوي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه محمرة عيناه يقول: أيقظوا صواحب الحجر، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعيه صلوات الله وسلامه عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، إذا فشت المنكرات، إذا ظهرت الموبقات، إذا فعل صاحب المنكر منكره وهو آمن من الاعتراض، لا يرفع أحد صوته بالنكير عليه، حينها ينزل العذاب العام. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بأن يكون بأس الناس فيما بينهم، أن ينشغل المسلمون بعضهم ببعض، أن يلعن بعضهم بعضا، أن يكفر بعضهم بعضا،
أن يضرب بعضهم رقاب بعض، أن يبغض بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم تركوا ما أمرهم الله عز وجل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وشدة الحكم وجور السلطان. ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الآن يسأل السائل: ما بال حكام المسلمين وقادتهم أوزاعا متفرقين أشتاتا متباغضين؟ أقول أيها المسلمون عباد الله، أين الحكم بما أنزل الله؟ أين تطبيق شرع الله هذا الذي يضمن أن تكون القلوب مؤتلفة والأرواح متعارفة، هذا الذي يضمن أن تكون الصفوف متراصة؟ أما إذا كان كل يحكم بهواه، كل يعجب برأيه، فأنى لهم أن يجتمعوا، أنى لهم أن يأتلفوا. ثم عقوبة خامسة: تسليط الأشرار على الأخيار، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. تسليط الأشرار السفلة. ومن تأمل في بلاد المسلمين ماذا يجد في الأعم الأغلب؟ سفلة الناس وأوغادهم، ممن لا يرجون لله وقارا، لا يتحاشون من دم حرام، لا يعرفون معروفا، لا ينكرون منكرا، لا يعظمون شرعا. هؤلاء هم السادة والقادة في زماننا هذا. أو ليسلطن الله شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن واجبا علينا إن كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقا أن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف، وأن ينهى بعضنا بعضا عن المنكر، ولا يقولن قائل: إني أخشى كلام الناس، إني أخشى سخرية الناس، إني أخشى تسلط الناس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا ألا يمنعن أحدنا مهابة الناس أن يقول بحق قد علمه، فإن الله جل جلاله يوقف عبدا من عباده بين يديه يوم القيامة يقول له: ما منعك أن تقول فيا؟ يقول: يا رب مخافة الناس. يقول جل من قائل: إياي كنت أحق أن يخشى، إياي كنت أحق أن تخشى. تخشى الله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اللهم اجعلنا من خير عبادك المؤمنين، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، الحافظين لحدود الله، المعظمين لحرمات الله. اللهم اجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن ربنا جل جلاله قد قال في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذا وصف المؤمنين والمؤمنات: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، جزاؤهم أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. في مقابل من؟ في مقابل أهل النفاق، المنافقون والمنافقات، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المؤمنون والمؤمنات هذه صفاتهم وتلك نعوتهم، والمنافقون والمنافقات على الضد من هؤلاء. إن ناساً ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يعملون معاولهم في هدم بناء هذا الدين، في إشاعة المنكرات ونشر الفواحش والأمر بالباطل في ربوع هذه البلاد، تارةً بترويج برنامجٍ يهدم ثوابت الدين ويطعن في المسلمات، وتارةً بأن يظهروا فتاةً في ملابس خليعة وكأنها في مخدعها في غرفة نومها تغني أمام جمهورٍ عريضٍ من الناس، تظهر مفاتنها، تبدي عورتها، لا تبالي، لا تستحي من الله ولا تستحي من الناس. فإذا رفع الطيبون والطيبات والصالحون والصالحات أصواتهم بإنكار هذا المنكر، فسرعان ما يتصدى أهل الباطل من المنافقين والمنافقات، وينكرون على أولئك المنكرين بدعوى أن في ذلك حجراً على الحريات وتضييقاً على البنات، وأن الواجب أن نترك كل من يريد يفعل ما يريد، ما ينبغي أن يعترض عليه، هكذا يريدون. فإذا قال قائل بأن هذا منكر وأنه سيحل علينا عقوبة الله عز وجل، يرفع الملاحدة وشياطين الإنس أصواتهم، يقولون: هذه أمم تعيث في المنكرات بالليل والنهار، ومع ذلك يعيشون رغداً من العيش، كأنهم يكذبون الله جل جلاله. الله رب العالمين الذي بيّن بأن فعل المنكرات مؤذن بالعذاب، وإن إتيان الفواحش يحل النقم، وأن الوقوع في المعاصي يضيق على الناس عيشهم، يكذبون الله عز وجل في ذلك كله. ما أدراك أيها المسكين أن أولئك القوم يعيشون حياةً طيبة، أو أنهم في رغد؟ الرغد عندك مطعمٌ ومشربٌ وملبس، ما يخطر ببالك أنهم في ضنكٍ من الحياة، أنهم في نكدٍ من العيش، أنهم ينتحرون ألوفًا مؤلفة، أنهم لا يجدون راحةً ولا طمأنينةً ولا أمنًا ولا روحًا ولا ريحانًا، بل هم في هم مقعد مقيم، لكن هؤلاء لا يفقهون. وقد غاضهم أن الذين ينكرون هذه المنكرات ليسوا أصحاب المنابر
ولا هم من يتصدون للخطابة في الناس، بل والحمد لله على نعمته من ينكرون المنكر. فئام عريضة من المؤمنين والمؤمنات، شيوخاً وشباباً، كباراً وصغاراً، علماء وعامة من أهل هذه البلاد، ممن رضوا بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. يسوءهم أن يروا هذه المناظر المنكرة وهذه القبائح وهذه الشنائع التي يظنها المخرفون والدجاجلة وأصحاب الفكر المريض أنها تقدم وأنها تطور وأننا نسير في سياق الأمم المتحضرة. معاذ الله، فالتحضر ما كان يوما من الأيام بالعري والتفسخ، ما كان يوما من الأيام بإشاعة المنكرات. أين أنتم من العلوم النافعة؟ أين أنتم من إنفاق الأوقات فيما يعود على الناس بالخير؟ التقدم عند هؤلاء المرضى محصور في عري، في تفسخ، في سفور، في فضائح، في منكرات، في شنائع، في فضائع. هذا هو التقدم عندهم. إنني أوجه خطاباً إلى من ولاه الأمر، أقول لهم إن أهل هذه البلاد صابرون على شظف من العيش وضيق من الحياة وقلة من الزاد ونقص في العطاء، لكنهم صابرون من أجل بقية من الدين بقيت. فإذا ذهبت هذه البقية فلا سبيل إلى صبر، لا سبيل إلى سكوت، فإنه في سبيل الدين يهون كل شيء، وفي سبيل الدين يذهب كل شيء. دينك دينك، لحمك دمك، ومن أجل الدين تبذل النفوس وتبذل الأعراض وتبذل الأموال ويبذل كل شيء. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا، وأسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا، وألا يجعل لفاسد ولا مفسد ولا لفاجن ولا للئيم علينا سبيلًا. اللهم لا تجعل للمنافقين على المؤمنين سبيلًا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك صبرًا جميلًا، وفرجًا قريبًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، والغنى عن الناس. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.